بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم بين الاهلي والمريخ السوداني. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن علاء ميهوب، والكابتن اسامه عرابي، والكابتن اسامه حسني. نور يا كابتن. الله يخليك يا كابتن. في البدايه طبعا مبروك النادي الاهلي، والف الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك لنادي المريخ السوداني. اتمنى ان شاء الله لنادي الاهلي المزيد من الانتصارات ومواصله الانتصارات كلها، خاصه في المباراه اللي جايه مباراه سيمبا كابتن ايمن، وان شاء الله باذن الله يكون هو اول المجموعه في الترتيب. نروح لحكم المباراه، هو جاني سيكازوي، هو حكم الزامبي 43 سنه، ليه من الخبرات الكبيره كابتن ايمن ان هو يدير اي مباراه بسهوله. يمكن ادار قبل كده كاس العالم الانديه النهائي، وادار قبل كده نهائي كاس الامم الافريقيه 2017. ليه مباراه كبيره جدا جدا لعبها. ونيجي للمباراه النهارده، بنقول ان مباراه النهارده النادي الاهلي سهل مهمه الحكم كابتن شريف. اللي احنا بنتكلم في الشوط الاولاني، النادي الاهلي واخد الكوره على مدار الشوط الاولاني والشوط الثاني، مريح الحكم الى حد كبير، يعني مفيش هجوم بين نادي المريخ، عشان نقدر نقول ان ايه الحكم ممكن يبقى عنده صعوبه في المباراه. شايف ان المباراه كانت سهله للحكم، مفيش فيها احداث باستثناء حاله واحده، وللاسف طبعا هي هذه الحاله يمكن هو كان قراره غير صحيح فيها. هنروح للحاله دي بس مش دلوقتي، ولكن بشكل عام نقدر نقول النهارده ان الحكم ادار المباراه باستثناء الخطا اللي هو كان في الدقيقه 94. لو رحنا للحالات كابتن ايمن، في الحاله الاولى كانت تميز للحكم المساعد رقم 2، كان هناك تركيز جيد جدا جدا من المساعد رقم 2، وكان لحظه ربط او لعب الكره ما بين اللاعب نادي الاهلي وموقف التسلل، هو كان مركز في لاعب هناك مغطي وفي لاعب ناحيتنا مغطي، ولكن هنا بنقول من الوهله الاولى ان الكل اتخض لما بواليا راح انفراد، ولكن انا بقول ان هنا الحكم ساعد كان رابط كويس قوي لحظه اللعب وموقف لاعب النادي الاهلي هو والتر بواليا، وهدف صحيح طبعا للنادي الاهلي. هروح للحاله الثانيه، ودي حاله يمكن هنتكلم فيها شويه كابتن ايمن، ويمكن حضرتك كنت حكم، و هنتكلم في جزئيتين مهمين جدا. في السقوط الحكم في الدقيقه 91، وايه يعني ايه المفروض يحصل لو كان الحكم النهارده ما قدرش ان هو يكمل المباراه، كان ايه المفروض يتبع. الاول انا بتكلم بقى في نقطه مهمه جدا كابتن ايمن، وهي استخدام اسلوب الجري المتنوع في اللياقه البدنيه. احنا قلنا الجري الامامي غير الجري الخلفي. هو في اللعبه ديت هو الحكم بيحاول يخرج من محيط اللعب كابتن شريف، فبيستخدم اسلوب الجري الخلفي او الجانبي. لابد انك انت كحكم يكون عندك القدره انك انت تنوع في اسلوب الجري، سواء الجري الخلفي او الجانبي او يعني السبرنت. هو بيحاول يرجع بظهره، حصلت اللي هي الاصابه او الشد في العضله، وبالتالي حصل سقوط. طبعا الجهاز العلاج النادي الاهلي نزل عالج، و يعني الحمد لله هو قام، ولكن هنا لو الحكم السؤال هنا كابتن بعد اذن حضرتك، اتفضل. هو احنا شفنا ان كان في بعض المطر النهارده في المباراه، ده ممكن يعمل زحلقه طبعا للحكم، هل الحكم بيبقى لابس برضه احذيه المطر زي اللعيبه؟ بالظبط كابتن، الحكم بيبقى هو كمان يعني جاي معاه الحذاء اللي هو المطر، معاه كذا حذاء، لان هو ده راجل حكم دولي، وممكن المباراه تبقى الدنيا كويسه قوي وبيحصل ان يحصل في مطر، وبالتالي كان يجب عليه ان هو يبقى عامل حسابه في الحذاء اللي هو موجود. انا بقول بس في اللقطه ديت بنقول لكل حكامنا كمان في مصر كابتن شريف وكابتن اسامه، لابد انك انت تتمرن، وانت بتتمرن مش كل جريك هيبقى للامام على طول على طول، حاول انك انت تنوع في سوق الجري بتاعك في التدريب، عشان خاطر لما تيجي في موقف تقدر انك انت تخرج بسهوله من محيط اللعب وتخرج بشكل جيد. لو النهارده كابتن ايمن حصل الحكم ما قدرش يكمل المباراه، طب ايه اللي هيحصل؟ عندنا الحكم الرابع، وبالتالي الحكم الرابع هو كان لو حد لاحظ، لان هو بيحاول ان هو يسخن عشان ينزل مكان الحكم. نروح للعبه الاهم في المباراه، ودي يمكن انا بقول يعني كان يجب على الحكم احتفال الجزاء صحيح النادي الاهلي، بنقول محمد شريف هنا يعني اللاعب احمد موسى لاعب المريخ، هو حاول يلعب الكره ولكن لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي الركل هنا موجوده كابتن، هنا اللي شفنا الرجل القدم الشمال جايه في بطن او صدر اللاعب محمد شريف. موقع الحكم هنا نعم كده، شايف موقعه هنا بس هو شايفها برضه، يعني
يقدر يشوفها بوضوح ولا كابتن؟ بص كابتن، هو هنا بيحاول يعني ايه يعني، بص لو انت شفت حياتك بيحاول يبص او يفتح زاويه يجيب دماغه بالظبط، بس هو فتح الزاويه مش وانت موجود واقف، مش انت واقف او انت بتجري، فتح زاويه كابتن شريف بتفتح سبرنت شمال او يمين عشان تقدر انك انت تفتح زاويه نفسك وتشوف الحدث كويس، ما تجيش عمودي على 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 الحاله، ولكن كان يجب عليك انك انت عندك القراءه الجيده لهذه الحاله. الراجل اللاين مان يقدر يديله يقدر يديله الحاله ديت، ولكن انا شايف انها ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي الاهلي لصالح لاعب نادي الاهلي محمد شريف، نتيجه التمركز اللي مش هقول خاطئ، ولكن نتيجه ان هو ما عندوش قراءه جيده لهذه الحاله، وبالتالي بنقول ان ايضا الوقت لما هو زود الوقت هو كان عاوز يثبت للكل ان انا اصابتي ما كانتش اصابه نتيجه ضعف اللياقه البدنيه. كابتن ايمن هو حاول يعني لعبنا لحد دقيقه 97 وكان يجب عليه ان هو في الدقيقه 95 ينهي المباراه. بشكل عام بنقول بالتوفيق طبعا التحكيم الافريقي في المباراه القادمه، مبروك للنادي الاهلي مزيد من الانتصارات، وباذن الله ان شاء الله المباراه اللي جايه بتاعت سيمبا نقدر ان احنا نعديها ونبقى اول المجموعه باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس، الشكر بتاعتنا كالعاده كابتن نصر. شكرا كابتن ايمن، شكرا. وبنهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي مباراه الاهلي والمريخ السوداني اليوم في بدايه دوري المجموعات، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-0. الف مبروك وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباريات القادمه. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وامتعونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. شكرا كابتن شريف. شكرا كابتن ايمن، ومبروك وعبال الماتش الجاي باذن الله. باذن الله. كابتن اسامه امتعتنا، شكرا كابتن اسامه. شكرا لك ايمن ومبروك وبالتوفيق الايام الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء مهيوب امتعتنا كالعاده، الف شكرا كابتن علاء. شكرا ايمن والف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نعدي كمان ماتش السيمبا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه نورتنا النهارده وامتعتنا. الف شكرا كابتن ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباراه القادمه امام سيمبا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.